طيب رزوقي رئيس تعاون تنمية عائلة سكارة، الجهة الشرقية عملت الوزارة. لقد اعتمد التعاونيات سابقا على وسائل تقليدية، بحيث كانت العشوائية في التسيير والاعتماد على وسائل تقليدية بفضل واحد مجموعة من الشركاء تتمثل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عملت إقليم جرادة في إطار منظمة التنمية البشرية، المياه والغابات، المساهمة في القطاع الأرضية، وزارة الفلاحة. بفضل هاد الشركاء عرفت واحد المرحلة انتقالية، بحيث أصبحت تعتمد على وسائل عصرية بفضل التمويل تاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يعني حاليا تعاونية بفضل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حققت واحد الوحدة صناعية تتمثل في القطارات والمجفف والوسائل الأخرى مثلا لونشاسيز الإمبالاج. دابا المشكل اللي كتعاني من التعاون هو مشكل التسويق. حنا التعاونية دابا راه كتبحث ان شاء الله، يعني كدير جميع في الصحة وفي المجهود ديالها باش انه اما غادي تطور المنتوج انه بحيث ما غاديش تعتمد على 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 التسويق ديال يعني ديال الدرون ديال سوق الجملة، بحيث غادي تعتمد على انه لي زوي ليسونسيال تحاول ما يمكن باش تخرج منهم دي سافو دي بارفا دي المهم هكا باش انه المنتوج يكون بائع. بار كونتر الى بقينا هكا انه مثلا غير كتقلب على الانترميديار ولا تقلب على الاسواق على هذه الجمله، ان ممكن المشكل تاع التسويق مطروح، والمشكل ديال انه الشيتو الماده ديال ازيل انا عرفت واحد يعني من واحد الكثره جميع يعني دابا مجموعه ديال الناس سواء كانت تعاونيات ولا تشطيب ولا كيعتمدوا على الماده ديال ازيل. حنايا التعاونيه كتخمم انه غادي تشوف دوتر نباتات مثلا بحال الساميه بحال الشيح بحال الزعتر بحال هذا، باش انه تمشي باش تمشي في هذه المشكله، انه المشكل تاع التسويق تحل مشكل التسويق.